بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي، السلام والصحة المهنية، مرحب بكم في محاضرة جديدة من مادتنا تحليل بيانات السلامة والصحة المهنية. وزي ما عرفنا شباب إنه المادة في طياتها نتعلم فيها أمور كثيرة جدا، من أهم المسائل أهمية جمع الداتا المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من جانب، ومن جانب ثاني أهمية تحليلها. وفي تحليلها تعرفنا كذلك على طرق وآليات، هي طبعا الطرق كثيرة بس احنا حصرنا نفسنا في الطرق الأكثر استعمالا اللي هي الطريقة بتاعة مقاييس النزعة المركزية، واشتغلنا على بعضها من المقاييس كأشياء بنحتاج لها في حياتنا العملية، وقلنا قد نحتاج إلى مقاييس أخرى دي ممكن تمر بنا لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن في إطار المادة بتاعتكم حصرناها في جزئية معينة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حندخل في المعلومات اللي جمعناها دي وأخذنا طرق في تحليلها، نستفيد أو نأخذ أشياء كيف نقدر نستفيد من الأشياء دي في واقع العمل. لذلك هنتكلم عن أهمية تحليل بيانات السلامة والصحة العامة أو بيانات السلامة بشكل عام. عندما نحدد المواد يا شباب أو البيانات، ده يساعد على سلامة العمال أو العاملين بشكل عام، ويحافظ على المعدات والآلات في موقع العمل. لا شك إنه نحن نحرص على إنه الحوادث تقل، وإنه معدل الإصابات يقل، وإنه يكون العمل بشكل آمن بأفضل ما يكون. دي كلها أشياء مهمة جدا في تحليل بيانات السلامة والصحة العامة. كذلك التحليل يساعد في كشف النتائج أو كشف الممارسات الخاطئة، لأنك أنت قد تظن أن الناس ملتزمة بضوابط السلامة والصحة المهنية، لكن عندما تحلل بيانات السلامة تكتشف أنه في أناس كانوا ينتهكوا القوانين، أو في أخطاء سواء كنت واضعة أنت أو واضعة غيرك تكتشفها أثناء التحليل. كذلك يساعدك في تفسير الظواهر العامة، انه علاقه مثلا تفشي المرض ده مع الخريف شنو، مثلا علاقه الاصابات دي مع فترات الشتاء شنو، علاقه الحوادث مع موسم مثلا الصيف، وهكذا. فانت الان تستطيع تفسر الظواهر وتعرف الاسباب الحقيقيه، وطالما عرفت الاسباب الحقيقيه تعرف تستطيع تعمل اجراءات تصحيحيه تجنبا للوقوع في الخطا والخروج من الخطا في الوضع الراهن، وإجراءات وقائية تقيق أنك ما تقع في الخطأ ده مستقبلاً بإذن الله سبحانه وتعالى. وده يا شباب بيقولنا على أنه عندما نجمع الداتا لابد نستخلص منها المعلومات بشكل علمي، يعني ممكن نقسمه أو نرتبه في ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو الفهم، أنه المعلومات اللي أنا جمعتها دي عاوز أفهمها، والفهم زي ما شفنا في التحقيق سابقا لازم اجمع على المعلومات دي واربط الاولى مع الثانيه والثانيه مع الثالثه والثالثه مع الرابعه، واربطهم كلهم مع بعض وابحث عن راس الخيط موجود وين، وش معنى دي شكلها كده، وش معنى، وهكذا. قلنا في برامج كسوفت وير قد تساعدك في العمليه دي، او انت من خلال التحليل والمتابعه برضو تستطيع تفهم وتفسر الظواهر وتربطها مع المعلومات اللي عندك في البيانات اللي قمت بتحليلها. كذلك قلنا نستطيع من أول نهدف من استخلاص المعلومة التنبؤ. نحن قبل قلنا لما نضع إجراءات وقائية إنه ما نقع في الحدث مرة أخرى، نستطيع كذلك نتنبأ إنه بناء على القيم الموجودة دي متوقع يحصل شيء معين، متوقع تحصل كارثة معينة، أو دي مؤشرات لأنه حيحصل زلزال في مكان ما على سبيل المثال، أو دي مؤشرات لأنه حيتفشى المرض الفلاني في المكان الفلاني. فنحن الآن نستبق الحوادث قبل ما تقع ونضع لها حلول استباقية من خلال تحليلنا لبيانات السلامة والصحة العامة. كذلك نستطيع التحكم في سير العمل، لأنه أنا الآن استطعت أني أعرف أنه في مؤشر بدأ يظهر مثلا ظهور مرض معين أصاب عندي عامل واحد، وأنا لو ما لما نحلل المرض وأعرف التفاصيل أستطيع أني مبدئيا اتجنب انتشار المرض، واحد. اثنين، اضبط سير، حتى ولو كان شباب العمل عندنا وعما حيتاثر بالمرض، لكن استطيع من خلال اتباع بعض الاجراءات الوقائيه وكذا
في اني اقلل حجم الاصابه بل امنع انتشاره من خلال التعاون مع الشخص او عزله او كذا، زي ما هو حصل في مرات ومرات في عهد الكورونا، انه اول ما تكتشف حاله يقول لها طوالي اقعدي في حجر منزلي واو، حتى نمنع انتشار المرض وغيره. فدي كلها من الاشياء اللي بيهدف لها المشرف السلام والصحه المهنيه او الشخص اللي هيحلل بيانات السلام والصحه المهنيه، عشان نفهم الحاصل شنو ونستطيع نتحكم في طريقه انتشاره او نقله او يعني مكافحته، ونستطيع كمان نتنبأ بما سيحدث في المستقبل. كذلك يا شباب، من خلال المعلومات اللي اخذناها سابقا نستطيع نقول انه عمليه استنتاج واستخلاص وفهم واستيعاب معلومات السلام والصحه المهنيه او تحليلها واستيعابها يوفر مجهود كبير من الوقت كان ممكن يضيع اذا ما كان عندنا تقارير وما كان عندنا معلومات نستطيع نرجع لها. فلما الخص المعلومات اقول التقدير ده تقرير يلخص الشهر الماضي، لما اجي ارجع ثاني انا عشان ابحث عن معلومات اكتفي بتقرير الشهر، الا اذا وجد اشكال معين ممكن ارجع للتقرير اليومي اللي كان في الشهر الفلاني، لكن التقرير الشهري يكفي عن تفاصيل التقارير اليوميه. وما ننسى انه عمليه الاستخلاص والبحث والاستنتاج هي نفسها تزيد من المهارات وتنمي المهارات الذهنيه، وتخلي الانسان يستطيع يكون قادر للتعامل مع البيانات والداتا والتنبؤ حتى بمسار شكله حيكون كيف من خلال الخبره والتجارب والاحتكاك. كذلك عمليه تلخيص المعلومات واستنتاج الاسباب وكذا يساعد في التركيز ودقه الملاحظه، ودي مساله مهمه جدا يا شباب. ما بنتعامل مع المعلومات فقط ودماغنا يكون جامد ومقفل وبنركز في حاجه واحده، انما نتعامل او نقرا المعلومات بدقه وتركيز وحدس، الحدس اللي هو شيء يعني بيحرك الانسان من الداخل تجاه انه في خطر ممكن يحصل. ان السبب او المبرر انه انا بناء على معلومات معينه حصلت عليها استطعت اني استنتج او استقرئ انه فيما بعد قد نواجه معلومه ذات صله والسبب كذا وكذا وكذا. كذلك تعلمنا من أهمية تلخيص المعلومات واستنتاج المعرفة، لابد أولا من جمع كل أطراف المعلومات لا سيما المتباعدة من خلال جمع الشهادات وأخذ الأدلة وقراءة الأدلة وتمحيص الأدلة بتفصيل حتى نستطيع في النهاية نقرأ ونتخذ القرار من خلال تكون عندنا صورة الآن واضحة أمامنا، مشهد كامل وليس مشهد متجزي ونحكم عليه ونكتشف ان حكمنا كان خاطئ. زي ما لاحظت في بدايه مرض الكورونا مثلا انتشار الفيروس في اول الايام كان في تخبط، كنا نسمع كلام من هنا وكلام من هنا واقوال، لانه الناس لسه ما عندها المعلومه الكافيه. ففي كل مره يزداد العلماء معرفه عن المرض تتغير الاراء وتكون الاراء اقرب للصواب، ويتطور يعني اسلوب المكافحه او التعامل مع المرض. طيب نلخص كذلك معلومه ذكرناها سابقه، كيف نستخلص المعلومه؟ نقول له الامر بسيط جدا، نقرا فيما تم جمعه من المعلومات بعمق ونشوف الروابط بيناتها، نفهمها فهم صحيح حقيقي، نستطيع من خلال الفهم التمييز بين الاسباب الاساسيه والأسباب الثانوية والأسباب الفرعية. ده سبب أساسي، دي أسباب ثانوية ليست أساسية. مثلا إنسان مصاب بمرض ما، ربنا يشفينا جميعا، المرض ده أدى إلى التهاب في الدم، أدى إلى صداع مزمن، أدى إلى تكسير في جسم الإنسان. فعندما يمشي للطبيب، الطبيب المفترض يعرف السبب الأساسي شنو للمرض، لأنه إذا عالج المريض على اساس انه اداه حبوب بتاع صداع هو الان يعالج في سبب ثانوي، الصداع اللي اصاب المريض هو نتيجه للمرض الاساسي. طيب التكسير في الجسم نتيجه للتكسير في الدم على سبيل المثال، فاذا انا ركزت على التكسير في الدم على اساس انه هو السبب الاساسي، يصبح التكسير في الجسم اللي تابع للتكسير في الدم سبب فرعي، ولكن في الحقيقة دي كلها ليست بالأسباب الأساسية. والأمر يا شباب أشبه بالشجرة،
الجذور هي الأساس اللي بتقيف عليه الشجرة. لما يصعد الساق إلى أعلى تتفرع فروع، دي باعتبار أسباب ثانوية. الفروع دي نفسها نجد منها فروع أخرى. فأنا لما أجي أبحث عن مشكلة ما بغتر بالفروع ولا الأمور الثانوية، إنما ببحث عن العمق، السبب الأساسي، الروت كوزيس، الأسباب الجذرية أو الجذرية اللي نبعت من أو سببت المشكلة. كذلك نستطيع من خلال تلخيص المعلومة أو بعد ما حددنا الأسباب، الآن نستطيع نستنتج ونستقرأ المعلومة ونحدد إن المرض الفلاني أو العرض الفلاني أو المشكلة في السلامة والصحة المهنية المعنية سبب الجذري هو كذا وكذا وكذا، أدت إلى أسباب ثانوية كذا وكذا وكذا، نبعد من الأسباب الثانوية أسباب فرعية كذا كذا كذا، وبالتالي بناء على كذا يتم التعامل مع السبب الجذري وهكذا. نجي الآن لمسألة ولعلنا نختم بها محاضرة اليوم، المعلومات المصرح وغير المصرح بالوصول إليها. وهنا أنا قبل ما أفصل خلونا نشاهد معلومة تتعلق ب أو كيس تتعلق بسرية المعلومة. نشاهد كيس تتعلق بسرية المعلومة. Locks and keys have been used to secure facilities for decades. What locks and keys can't provide is the ability to control when the keys are used. Additionally, keys can be easily duplicated. This means there may be keys with people that you don't want to have access. And when someone leaves your organization, you potentially are at risk because you can't be sure they've turned in all the keys. To mitigate that risk, you should really re-key your exterior door locks each time someone leaves your organization, an action that could be cost prohibitive. Electronic access control takes all of these shortcomings away by replacing locks with intelligently controlled devices. Now you have the power to control who can go where and when, and it provides an audit trail of everywhere everyone went or even tried to go. So how does it work? Each person is given a card or key fob that acts like their key to your facility. You then tell the system what privileges this person receives. For example, which doors they can use and when they can use them. The system then only allows that person into areas during the days and times you've determined. With a few clicks of a mouse, you can retrieve any activity needed. There are three factors for electronic access control: time zones, access levels, and cards. With time zones, you can create a schedule that determines when something happens. For example, you can set it up so that a particular employee will only be allowed in the office from 9 a.m. to 5 p.m. If the employee tries to enter at another time, they will be locked out. With access levels, you can determine which employees have a predefined set of privileges. If you have an area that you want protected, such as a storage room, you can decide which employees are allowed to enter. With cards, you are able to individually control each device. Since every card leaves an audit trail, you can see where and when each employee has gone in the building with a searchable report. By providing precise control of your facility, you can be assured that those leaving your organization can be removed with a few clicks. This reduces your risks, keeping you and your employees safe and secure. طيب يا شباب، الآن شاهدنا مدخل مهم جدا لأهمية السرية، وده بيساعدنا يا شباب في أنه نفهم الأكسس للمعلومة. يعني لا بد أنه تكون في سرية للمعلومة، ولا سيما إن كانت تتعلق بإنتاج المؤسسة أو العامل الموجود في المؤسسة. يا شباب قد تكون في أمور خاصة تعرفها أنت كمشرف سلامة وصحة مهنية، لكن ليس من حقك أنك تطلعها على الآخرين. فدي مسائل تحتاج مننا إلى يعني تركيز صراحة. المعلومات اللي بيتم جمعها وتحليلها من قبل مشرف السلامة والصحة المهنية، بعضها يمكن الإفصاح عنه وبعضها لا، بعضها يمكن يعني إشراك آخرين في الاطلاع عنه وبعضها لا. والسبب يا شباب إنه في معلومات قد تتعلق بأمور خاصة بالعاملين،
انت بس اكتشفت اثناء تحليلك في مكان ما انه في عامل معين مصاب على سبيل المثال بما يتعلق بالسلامه، بمرض مثلا خطير يعني، او يتعلق بامور احيانا ممكن تتعلق بمسائل يعني جنسيه او تناسليه وكذا، فليس من حقك يعني ليس من الاخلاق انك تنشر الحاجه دي عند الاخرين. انت عاوز تحافظ على سريه المعلومه حفاظا على سلامه العامل النفسيه، وبالتالي لا بد شباب من المراعاه في الحاجه دي. من جانب اخر كذلك لا بد من مراعاه سلامه العام المؤسسه نفسها. انت مثلا كمدير سلامه وصحه مهنيه عندك معلومات تتعلق بالانتاج ويوميه الانتاج ودوريه الانتاج وهكذا، تحتاج المعلومات زي ما احنا ان شاء الله في الابواب القادمه، فدي تتطلب منك كشباب سريه المعلومه كذلك طالما في جهه اخرى ممكن تتحصل عليها. فهنا الان بنشوف سريه المعلومه بشكل عام في المؤسسه، نحن حنحافظ على سريه المعلومه عندنا كمشرفي سلامه وصحه مهنيه. وبالتالي يا شباب لو نظرنا الاشياء نجد الان انه الشخص هو حقيقه نحن محافظين على سلامته النفسيه ومحافظين على سلامته الجسديه زي ما هو عندنا احنا المعلومات بنحافظ عليها في المؤسسه وما بنمنع الاخرين يدخلوا عليها الا باذن محدد وبزمن محدد وبتصريح محدد. بالمقابل يا شباب نجد انه ما كل المعلومات يتم يعني اطلاع الناس عليها، حتى في بعض المعلومات احيانا قد نضطر نخبيها عن العامل نفسه اذا كان تؤثر على سلامته وصحته المهنيه، وممكن نطلع على من ذويه من هم مسؤولين عنه زي ما بيحصل في كثير من المواقف. فانا الان عرضت نموذج لسريه المعلومه في المؤسسه، وده بنقولنا يا شباب لسريه المعلومه عندنا نحن كمشرفي سلامه وصحه مهنيه لازم نحافظ عليها من الاختراق، ولازم نحافظ عليها من الاطلاع من غير المصرح لهم بالمعلومه، لانه يا شباب بنعتبر نحن مشرف السلامه او المسؤول عن السلامه والصحه المهنيه هو الشخص المعني الاول بالحفاظ على المعلومات الخاصه بسلامه بسلامه وصحه العاملين وبيئه العمل، ولا يفصح المعلومات دي لغير المصرح لهم. وان شاء الله في المحاضره القادمه هناخذ بعض الاليات والتقنيات تساعد في الحفاظ على سريه المعلومه وعدم اطلاع الا من هم مخول لهم الدخول والحصول على المعلومه. لضيق الوقت حنقف هنا، اذا في سؤال او استفسار ممكن تطرحوه. طيب اذا ما في سؤال او استفسار ان شاء الله نختم المحاضره ونتقابل في المحاضره القادمه باذن الله سبحانه وتعالى.